حتى لو حد قال لك مثلا انك انت هيختاروكي سفيره للنوايا الحسنه او سفيره للفقر او سفيره للحاجات دي؟ والله حصل يعني اكتر من مره في كذا حاجه كده، بنبسط في الاول، بعدين بعرف انها مسؤوليه كبيره 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 قوي. وانا من النوع اللي يعني اتربيت واتعودت ان انا لما اتحمل مسؤوليه حاجه يعني لازم اهتم بيها جدا واعمل فيها اكتر طاقتي ممكن. فحاجة بتبسط بس مسؤوليتها كبيرة قوي، وفي نفس الوقت بقول لو انا ما حققتش حاجة بجد، انا بقى يعني حاسة ان انا عملت حاجة، يبقى انا بتمنظر وملهاش معنى. فما انت كانش بقى ده. بتراعي ايه في اختيارك لافلامك؟ انا طول عمري براعي في افلامي وفي اختياراتي وليه مبادئ، وبحب جدا جدا شريك حياتي والإنسان اللي أنا بحبه وأسرتي إن أنا أشاركهم وأخد رأيهم في الموضوع اللي أنا بعمله وفي الأدوار وفي الكلام ده. وأعتقد الحمد لله إن يعني بلاقي لو أنا حيرانة في عمل أو في دور أو في حاجة، بلاقي إن الاستقرار في ما بين دماغي ودماغه ودماغ أسرتي. يعني بلاقي ان احنا ايه في النهاية، انا حيرانة ليه؟ طب ما انا فكري اهو زي فكرهم، عارف ازاي؟